ان شاء الله ظل الكويت مثل ما احنا عودناكم دائما في جولاتنا. اليوم عندنا جوله حلوه راح نتجول على المحلات الحلوه في اسواق المباركيه. خلنا نروح وندخل احدى المحلات اللي موجوده في اسواق المباركيه. هذا المحل اقتر عقل طواقي كل ما يخص الرجل في هذا المحل. نرحب في العم عبد الله احمد المسلم. عمي عساك على القوه يعطيك العافيه، ويعني احنا نقول لك انت اقدم شخص موجود في اسواق المباركيه، عسى الله يطول بعمرك. ودنا نتكلم عن انواع الطواقي والاغتر وكل ما شاء الله يزور هذا المحل. تفضل. ودنا عم نتكلم عن يعني شنو انواع الطواقي اللي عندك، انواع الاغتر اللي موجوده. ما شاء الله نشوف شغلات عندك وايد حلوه، الشباب يدشون، الشياب يدشون ما شاء الله في هذا المحل طال عمرك عمي ويشترون ما شاء الله منك. في اغتر انواع، في شماغات بيضا منوعه، في شماغات حمر منوعه عندك، في اشياء كثيره. في شماغات على رسمك الابيض في انجليزي وفي حمر انجليزي وفي انواع مو انجليزي بس مش شماغ احمر وابيض، كل شيء بسعرات. الانجليزي غير سعره والعالي غير سعره. شنو افضل الشماغات عمي؟ افضل الشماغات، انا بدش هذا المحل بشوف احسن شماغ، احسن انواع الشماغات واكثر عليها طلب ما شاء الله، حتى يونك من دول الخليج يشترون منك. الانجليزي ابيض واحمر ممتاز هذا. يعني هذا الشباب يونك من داخل الكويت ومن برا الكويت كلهم ما شاء الله يطلبون هالطلبات. وفي ياخذون شيء مو انجليزي هم طيب. لا بلا طيب. احمر وابيض كلهم طيبين. عم بقول لو نتكلم عن انواع العقل. في انواع عقل وفي ارقام للعقال وفي انواع للعقال، في العقال الصغير، في العقال ما شاء الله المتين، شنو الطلبات الكثيره اللي اكثر شيء؟ الوسط. اللي مثل على راسك وراسك كذا هنوني. هذا هو المرغوب. مرعز الاصلي. مرعز اسمه. مرعز. سوي عندك عمي، في عندك قياسات موجوده حق؟ لا اني احنا اني من سوريا. نعم. اني من سوريا. ايه. العم بعض مرات في عندك مثل الشغله المدوره عندك هنا موجوده، هي العقال مثلا يكون مثلا ضيج على الراس او مو قد الراس، يقدرون يحطونه مثلا في الجهاز هذا ويقدر يوسع العقال. في هالغالب. نعم. هل قدامك. حطه ونطقه. نعم. يستعصي شيء قليل مو وايد عاد. يستعصي شيء قليل. ايه. لو نتكلم عمي عن العقل الاولي من زمان قبل العقال هذا القديم. مو لو السحاب. هذا العقال السحاب لين يعني الزقره والكبره. نعم. الاوليين ماكو مثل الحين قول. نعم. مثل هذا ماكو. تعرف السحاب؟ اعرف السحاب هذا اللي ينسحب اللي فيه مثل خيط. الزقر يتكبر موجود عندنا بس الحين ما يمشي مثل الاول. ما عليه اقبال مثل الاول. لا ما عليه اقبال لا. قليل اقبال. العم الله يعطيك العافيه، العم عبد الله احمد المسلم اقدم يعني شخص موجود في اسواق المباركيه، وان شاء الله هتشوف الشغلات الحلوه اللي عندك عساك على القوه. عسى الله يطول بعمرك ان شاء الله عمي. حاضرين لكم والله يوفق الجميع. مشاهدينا الكرام كنا معكم مع العم عبد الله احمد المسلم، اقدم رجل موجود في اسواق المباركيه. ودش محله تلقى اشياء كثيره كلها للرجل، قتره، عقال، طواقي، اشماقات، وزار، كل شيء تلقاه في هذا المحل. راح نرجع إلى زملائنا في موقع آخر في أسواق المباركية.